مساء الخير يا جماعة. النهاردة يوم جديد مع زعرب اهو، تمام، واخته، انا هسميها سيكا عشان واحد صاحبي اللي سميها سيكا، تمام. النهاردة انا هجرب معاه حاجة تانية يعني، او هكمل على حاجة كنت بدأتها المرة اللي فاتت، اللي هي اوردر داون او تحت، تمام. عندي بس ملحوظة، علشان كان في ناس قالت لي انت ليه بالانجليزي وبتاع، عايز اقول لكم ان هي مش فارقة انجليزي عربي اي حاجة، تايواني اي لغة، المهم ان هي يبقى مقطع قصير الكلب يلقط منه الكلمة. وانا دلوقتي هبدأ معاه حاجة تجهيزية، ان انا بعرفه ان التريت دي اول مكافأة وبربطها له بكلمة، تمام، بخليه يجري وراها، بيجي وراها جود بوي او شاطر، خليها شاطر، تمام، تعالى تعالى شاطر، تمام، بحيث ان هي تتربط في ذهنه ان كلمة شاطر دي حاجة كويسة، بعد كده لما اجي اسحب المكافأة او لما اقول له كلمة شاطر يعرف ان هو بيتكافئ. يلا يلا شاطر. الطريقة دي اسمها positive enhancement او التعزيز الايجابي، ان احنا مش بندرب الكلب بالعافية، مش بندوس عليه، مش بنمسكه، مش بنقول له داونه بالخناقة والكلام ده، لا، انا بخلي جسمه يعمل الحركة الاول وبعد كده بدخل الامر اللفظي. يعني يلا يلا سيت، يلا، لا احنا النهارده ده، يلا تعال تحت، تمام. انا دلوقتي بدي له حركة بايدي، عايزه ينزل، لا داون داون، هو طبعا اخته هتشتته بس هحاول معاه ايه ان هو يركز معايا. يلا داون، يلا جود بوي، لا ما تسميش عيب، بس تعال تعال، تمام. كل حاجه طبعا بالصبر، اوكي، بمعنى ان انا هفضل معاه لحد ما يعمل اللي انا عايزه. يلا داون جود بوي، هو نزل معايا في حركه ايدي، وكويس ان هو مش مركز مع اخته وهي شويه مشتته، تمام. والمفروض الطبيعي طبعا، بس هو عشان احنا في الشارع الطبيعي ان احنا بنبدا مع الكلب في اوضه مقفوله او في حاجه هاديه شويه، وبعد كده بنبدا ننزل في الحاجات اللي فيها تشتيت. تعالى يا زعرف، تمام. انا غلطت برضه لما قلت له كلمه تحت، انا المفروض اخلي الكلمه بعد ما يكرر معايا كذا مره. تعالى انزل، تعالى، انا بحاول انزله دلوقتي، جود بوي، شاطر، تمام. نزل، هو بدأ يلقط ان انا حركة ايدي دي اللي بعملها ان هو بينزل معاه. لا تعال قوم قوم، يلا تعال قوم، يلا تعال يلا، انا عايزه ينزل معايا تاني، هعمل نفس الحركة تاني لحد ما ينزل، شاطر، تمام. بس تمام، هي نفس الحركة واقعد اكررها كذا مرة، وبعد كده بدخل الامر اللفظي. تعالى يلا، تمام. هو المرة دي عملها العكس شوية، هي دي طريقة من الطرق، بس انا حابب ان انا اعملها بالعكس، ان هو لازم ينزل ايديه اللي قدام الاول. يلا يلا شاطر شاطر، نزل، تمام. انا بقى عايزه كده عشان دي بتبقى اسرع في الوعد والوقف، تمام. يلا شاطر، هو بدا يلقط ينزل مع حركه ايدي كم مره، وهبدا انزل له الاوردر اللفظي. يلا يلا تعالى هنا، انزل انزل، تمام. يلا تاني تاني، تمام. هو بدا دلوقتي يعملها بسرعه، لقط خلاص الحركه دي اشاره الايد، الاشاره دي بعد كده هحولها لامر لفظي، هسحب ايدي بالراحه وهتحول لامر لفظي، ومع الوقت هبدا اسحب المكافاه نفسها وهتبقى اشاره خفيفه من ايدي مع الامر اللفظي، وبعد كده اسحب الامر اللفظي. يلا شاطر، كرر معاه تاني الموضوع، تمام، كم مره، وبعد كده هنوقف. يلا تعال عادي بالصبر خالص وبالراحة، واحدة واحدة، خدي جود بوي، شاطر شاطر، تمام. بحاول ابعدها عنه بس عشان ايه تبقى مركز، هو اصلا الحمد لله انه مركز معايا. وفي نقطة هنا عايز اوضحها للناس على موضوع المكافأة، تمام. التريت مفيش كلب زي التاني، يعني في كلاب بتحب حاجة وحاجة، عشان في ناس بتسألني انت بتأكل ايه، لا انا اي حاجة بلاقيها بجيبها معايا وبجرب معايا لحد ما اكتشف اكتر حاجة تعجب الكلب. تعالى، لا اهو خدي، يلا صوت شاطر.
انا دلوقتي هدخل له الامر اللفظي مرتين ثلاثه وهوقف تدريب على كده النهارده، واجي معاه المره الجايه يبقى ركز استوعب. ما ينفعش اضغط على الكلب اكتر من 15 دقيقه في التدريب الواحد. تعالى يلا اهو اهو تعالى تعالى انت يا سيكا، تعالى تعالى كده تعالي. لا لا زعرب تعالى انت هنا، كل واحد في ايد. يلا لا مش ما تقعدش، ماشي خلص هرش. يلا تعالى انا ايدي اهي، يلا 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 تحت تمام. دخلت له اللفظ وهو هو بينزل. يلا تاني، لا انت تعالي انت هنا تعالى. يلا تحت، جود بول. دلوقتي انا هحاول اجيبها لكم من منظور تاني مرتين، وهندخله الامر اللفظي، وبعد كده هقفل معاه تمرين النهارده. زعرب تعالى تعالى، شاطر تحت تمام. هي انا المفروض كنت اقول العكس، بس يعني مش مشكله قوي برضو، بنربط له الكلام. تعالى تحت، لا لا ما تقعدش، تعالى تعالى يلا تحت. لا تعالى، كل حاجه بالصبر. تحت تمام، اوكي جرب معايا مره كمان. يلا قوم قوم، يلا تحت. لا قوم، انا عايزك تقعد العكس. تعالى يلا تعالى لف معايا تمام. هو خلاص هو عارف فولو تريت وبيتبع ايدي على طول. لا قوم اقف قوم اقف، ماشي هنستنى هخلص هرش يا جماعه. يلا يلا اهو خد خد تعالى يلا تحت، شاطر شاطر تمام. بس كده احنا خد، شاطر تمام. انا خلصت معاه تمرين، هكافئه شويه مكافاه لطيفه، اقعد اديله شويه اكل. شاطر تمام، اطبطب عليه اوكي. بس كده خلص كده خلص التمرين. بس اتمنى ان انا اكون فدتكم النهارده يا جماعه، ونتابع بقى معاه المرات الجايه. كل حاجه بالصبر بالهدوء. بكلاب كائن ذكي جدا، كائن يمكن تدريبه من غير الحاجات اللي بتحصل بتاعت الضرب والتعذيب والبهدله وكل الكلام ده. لا لا خالص، الموضوع بقى مختلف تماما. وفي النهايه يا جماعه زي ما انا قلت، اي حد عايز يتبني او يتبنى حد من اخواته، لان انا للاسف اوريدي متبني كلب بلدي وما عنديش مكان حاليا، انا هساعده ان هو يدربه. سلام عليكم.